السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا فيديو جديد وهو تعريف الأمبير. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: رقم 1 الأمبير، رقم 2 التيار الكهربائي، 3 أنواع التيار الكهربائي، 4 حساب التيار الكهربائي، 5 معلومات حول الأمبير. رقم 1 الأمبير. الأمبير هي الوحدة الأساسية لقياس التيار، والتي أقرتها المنظمة العالمية للقياس SIQ. فالأمبير مرتبط بشكل أساسي بالتيار الذي من خلاله نستطيع حساب العديد من الكميات المشتقة، مثل الجهد على جهاز معين والمقاومة الخاصة بجهاز معين وقياس القدرة والطاقة. وقبل التعرف على الأمبير لا بد من التطرق إلى شرح ما هي التيار. التيار الكهربائي يرتبط التيار بشكل أساسي بحركة الشحنات، سواء كانت سالبة إلكترونات أو موجبة أيونات. إذا يعرف التيار بأنه حركة الشحنات الكهربائية خلال فترة معينة من الزمن، وحركة الشحنات التي تكون غير منتظمة وبطيئة جدا. تنتقل المياه من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، وهذا شبيه بحركة الشحنات الكهربائية، حيث تنتقل من الموجب أي الطاقة الأعلى إلى السالب أي الطاقة الأقل. هذا إذا كانت الشحنات موجبة، أما إذا كانت سالبة فتكون بالاتجاه المعاكس. ينتقل التيار في الفلزات التي تعد موصلة التيار الكهربائي، مثل النحاس والألومنيوم والرصاص والذهب. لذلك تستخدم هذه المواد في الدوائر الكهربائية المختلفة. أما اللافلزات فإنها غير موصلة للتيار الكهربائي، وأيضا يتولد التيار الكهربائي من خلال المجال المغناطيسي المتولد في سلك معين. فإذا وضعنا ملفا حلزونيا قريبا من دائرة كهربائية، تتولد قوة دفع حسية عندما يتولد مجال مغناطيسي في هذا الملف، والذي يعمل على توليد تيار حسي ويحدد اتجاه التيار من خلال قاعدة لينز. النقطة الثالثة أنواع التيار الكهربائي. رقم 1 التيار المستمر. ومن اسمه نستطيع تعريف التيار المستمر الذي يرمز له في علم الكهرباء بالرمز DC. بتدفق الشحنات بشكل ثابت من الجهد العالي إلى الجهد المنخفض، وعندها يمكن ملاحظة شكل التيار باستخدام الديجيتال مالتي ميتر على شكل خط مستقيم. ويتم توليد هذا النوع من التيار في البطاريات وغيرها من مصادر الجهد المختلفة. النوع الثاني التيار المتناوب يعرف أيضا بالتيار المتردد، وهنا ينعكس التيار بين الموجب والسالب على شكل موجة إلكتروني جيب ساين ويف أو الموجة المربعة سكوير ويف حسب الديجيتال مالتي ميتر، وتولد هذا التيار في المولدات الكبيرة. النقطة الرابعة حساب التيار الكهربائي. يمكن حساب التيار بأكثر من قانون، مثل قانون أوم حيث الجهد يساوي التيار في المقاومة، ويمكن إيجاد التيار من خلال القانون التيار يساوي الشحنة على الزمن. النقطة الخامسة والأخيرة معلومات حول الأمبير. مما سبق يعرف الأمبير حسب القانون التيار يساوي الشحنة على الزمن، على أنه مرور شحنة مقدارها 1 كولوم في 1 ثانية. ومن هنا فإن الأمبير يكافئ كولوم مع الثانية، وحسب قانون أوم فإن الأمبير يكافئ فولت على الأوم. وينسب الاسم إلى العالم الفرنسي أندري أمبير الذي درس التيار الكهربائي. يمكن معرفة التيار الذي يعمل على جهاز معين من خلال معرفة قدرة الجهاز، وهي القيمة المكتوبة على الجهاز. وبما أن الجهد معروف في أغلب الدول، فإن التيار نستطيع معرفته من المعادلة التيار بيساوي القدرة على الجهد. للأمبير الكثير من التطبيقات في حياتنا، ففي عصر التكنولوجيا لا يخلو بيت من العديد من الأجهزة الكهربائية التي تحتاج إلى جهد كهربائي يولد تيار لتشغيل هذه الأجهزة، مثل الثلاجات والغسالات والتلفاز وغيرها من الأجهزة الموجودة في منازلنا. وبكده يكون الفيديو انتهى معانا النهارده يا جماعه. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.